رجعنا تاني بعد الفاصل في صحافة النهار في ضيفتنا الأستاذ شريف عبد القادر مدير التحرير الرياضي بجريدة الشروق. أستاذ شريف أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ محمد وتحياتي لك. وحشة من زمان ما شفتكش. ربنا يخليك يا حبيبي. أنت أستاذ شريف كل الأحداث اللي من خلال طرح الصحافة الرياضية المصرية لبعض المشاكل، هبدأ معاك أول مشكلة أزمة توقيع أحمد الشيخ مع لكل من الأهلي والزمالك. هرد على سؤال حضرتك بس بداية أحب أعزي أسرة طبعاً. فقدنا واستاذنا وزميلنا العزيز الاستاذ جمال المكاوي. يعني فعلا فوجئت النهارده بالخبر، وزي ما كتير من زملائنا النهارده صدمهم خبر وفاته. كان من الشخصيات الخلوقه والمحببه لكل زمايلنا الصحفيين. ان شاء الله ربنا يرحمه وتغمده واسع رحمته ان شاء الله وصبر اسرته. فعلا النهارده فقدنا شخصيه جديره بالاحترام، انسان كان على خلق، زميل يعني فعلا يعني زميلته في كذا سفريه خارج مصر، فعلا انسان محترم جدا. هنفتقده وان شاء الله ربنا يرحمه. الله يرحمه ويحسن ليه. احنا برضو انا في الانترو عزيته لانه برضو انا اتعاملت معاه زي ما اتحرك كده اتعاملت معاه، يمكن اتعاملت اكتر مني برضو من الشخصيات المحترمه جدا. مش كتير على ربنا. بدايه بقى في ازمه، يعني ده ازمه كل موسم وانا بقول مسلسل كل موسم او مسلسل كل موسم، وطول ما الهواه والمتطوعين بيديروا الكره القدم او بيديروا منظومه كره القدم هنفضل في هذه الازمه. الكرة القدم تتقدم في العالم واحنا محلك سر، وانت يمكن في المقدمة بتاعت البرنامج اشرت الى هذا الشأن. بالتأكيد اتحاد الكرة طول ما الأندية اقوى من اتحاد الكرة هتفضل اللوائح مش مطبقة، هتفضل في مجاملات، هيفضل في عواطف، هيفضل في انتماءات والوان في قرارات. بالتأكيد أزمة أحمد الشيخ لن تكون الأخيرة، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة. كل سنة بيحصل هذه الأزمة، بتطلع عقود وتطلع وتفصل لوائح وتفصل عقوبات، والعقوبات لما ما بتعجبش نادي فيضطر يغيروا في اللوائح عشان يزودوها. انت يمكن حضرتك بس قطعك، كنت الاستاذ احمد المطرب منصور بتكلم معاه بقولت يعني هل مش ممكن ان النادي الاهلي يتنازل عن مشكلته مع نادي الزمالك ونادي الزمالك يتنازل مع مشكلته مع النادي الاهلي؟ مفيش تنازل لان دي خناقه زعامه. قلت يبقى في غرض واحد من الاثنين ان هو جواه عايز يعني ينتقم الثاني او ياخد حقه، وده حقه لو القانون كفاله كده خلاص. عارف حضرتك لو هي يعني الهدف منها مصلحه النادي او ان انا مثلا بجيب لعيب انا محتاجه في النادي فبعمل عليه مشكله او يحصل عليه مشكله او يحصل عليه جدل او لاخره، لكن هي يعني ارضاء للجماهير اولا، ثانيا البحث عن زعامه والبحث عن يعني طيب. مش عايزه. طب ارجع لنا تاني استاذ احمد مرسله منصور برضه عشان يقول رايه. استاذ احمد اهلا بيك. محمد اهلا استاذ احمد، اتفضل استاذ احمد. بس في حضرتك كنت بتقول لي على كهربا موقع للاهلي. بالظبط. فقلت لك كهربا مش موقع للاهلي. تمام صح يا كابتن؟ تمام. بس كابتن اسماعيل يوسف جنبي اهو كمان بيأكد المعلومة. تيجانا العظيم اللي دايما بيساعدنا. طب استاذ شريف برضو اتكلم معايا في الموضوع، يعني انا كنت بطرح مبادرة بقول يعني انت احمد الشيخ لو وقفته يبقى انت بتنتقم منه صح؟ نعم يا فندم. هو بياخد حقه. او بتاخد حقك، يعني هو حقك في سبيل، بس الراجل هيتوقف اكل عيشه، هيتوقف عن اللعب او هل في نية من خلال وجود كابتن اسماعيل يوسف جنبك طرح موضوع زي كده، ان دايما يعني يبقى امور زي كده نقدر نتواصل فيها لحاله حوار وحاله حب ما بين ناديين زي الاهلي والزمالك وايضا لصالح الكره المصريه؟ الاول برحب باستاذ شريف. معلش انا اسف. لا ربنا يخليك حبيبي. يا استاذ شريف دي تاني مره تقرر الموضوع ده، السنه اللي فاتت اتعمل والسنه دي بيتعمل تاني. فلازم اللعيبه، معلش هي القصه قطع عيش لعيب، بس انت بتنقذ 50,000 لعيب وبتنقذ أندية كتير من اللي اللعيبة دي بتتلاعب بيهم. فلازم اللعيب ده يتعاقب عشان السنة الجاية فعلا اللي يمضي الناديين ده يبقى ايه، يتوقف النادي ويتوقف اللعيب. لا انت لو سألتني هقولك يتشطب ونستريح عشان ما يعملهاش تاني.
بالظبط بالظبط. لو في عقاب شديد ده مش هيحصل تاني. طب ليه ما نبداش من اول وجديد برضو ده؟ يعني برضو انا اتبنى يعني سيبنا تبنى الموضوع، ليه ما نبداش من اول وجديد ودايما يعني خلاص يعني قدر ما شاء فعل وعفى الله عما سلف، وتبدا الامور بشكل منطقي، يبقى في مثلا بروتوكول ما بين اهلي وزمالك، اهلي واسماعيلي، اهلي واي فريق بينهم وبين بعضهم، ان الولد لو قبل ما اقول له عباس انت ماضي فين؟ هقول لك مش ماضي في مكان. لو انا قلت لك انا ماضي في الاهلي خلاص يا ابني روح الاهلي، ولا ايه رايك؟ ولا انت شايف كلامي مش منطقي؟ استاذ محمد نعم. معلش برضو انا نعم. اللي بهدل مصر طول عمرها ان القوانين ما بتتنفذ. لا ما فيش القعدات العرفيه دي لازم تتلغي، لا اللي غلط يتعاقب. احمد الشيخ ماضي الناديين يتعاقب، ما فيش مجادله ولا في مهادنه مع نوعيه دي من اللعيبه. بقول لك ايه؟ طيب انا عايز استاذنك بس استاذ محمد، استاذ احمد كلام حضرتك مظبوط جدا، ان فعلا احنا ما عندناش قوانين بتطبق، ولازم القوانين تتطبق ولازم اللوائح تتطبق على الكبير قبل الصغير عشان البلد تتعدل وحال كرة القدم يتعدل. بالظبط يا فندم. ولكن يعني انا يعني اعتراضي بس على الأزمة اللي بتصار من خلال التصريحات وتهيج الرأي العام ونخش في أهلي وزمالك واسماعيلي. حضرتك وكلنا بنطالب بعودة، هقول لحضرتك حاجة، طب سيبني أخلص كلامي، أخلص كلامي وحضرتك حضرتك كلنا بنطالب بعودة الجماهير. هل في الجو المشحون اللي احنا بنعيش فيه ده للملاعب، هل في الجو المشحون ده نقدر في ظل الخناقات والصراعات والتصريحات من هنا والتصريحات من هنا والرد ورد الفعل ان احنا نقول نرجع الجماهير؟ ده صعب جدا. انا معاك ان فعلا القوانين مش مطبقه واللوائح ما بتطبقش، والكلام ده مش في الكوره بس، في حاجات كتيره جدا في حياتنا اليوميه، يعني مش في الكوره بس، في كل حاجه. وللاسف الشديد اللي بينفذوا القوانين هم اللي بيخترقوها، المفروض ينفذوا القوانين. الكلام ده مش السنه دي، انا ما بتكلمش على السنه دي يا فندم، عامه انا بتكلم عامه. انا بتكلم مع حضرتك عامه، واللي حصل السنه اللي فاتت دوت اتكرر السنه دي وهيتكرر طالما ان مفيش قوانين بتطبق. فيعني انا برجع بالذاكره، باخد من كلام حكايه المبادره بتاعه الاستاذ محمد عباس. حضرتك تتذكر واقعه وائل الاباني؟ طبعا. وائل الاباني مضى للاهلي، وبعدين حصل ان كابتن الاستاذ كمال درويش جددوا للاعب، فاللاعب نادي الاهلي بعت العقود بتاعته، والولد رجع ال 100,000 جنيه اللي كان كابتن وائل الاباني، 150 وال 150,000 جنيه اللي كان واخدها. كان الهدف برضو ان الامور تمشي. انا ما بكلمش ان لا ان لازم اللاعب يتعاقب، لازم اللاعب يتعاقب طالما اخطا وطالما اقدم على فعل هو عارف انه خطا لانه كرر السنه اللي فاتت مع مؤمن زكريا ومع خالد اكتر من لاعب، فلازم يتعاقب. ولكن يعني بدون والزمالك اتنازل عن شكوته السنه اللي فاتت. تمام، ده حاجه محترمه، حاجه محترمه يا اخي، كلام حضرتك مظبوط. ولكن انا عايز بس نبقى واحنا بناخد حقنا ما ينثرش يعني الجماهير، ما يبقاش فيه اثاره وما فيش فيه يعني ما نفعلش ازمه في الاخر. معلش مع احترامي ما في مصر يساوي الخناقه دي كلها. بالضبط. مع احترامي لكل لاعيبه مصر حاليا الدوري المصري كل الانديه شبه بعضها، الفروق الفرديه قلت جدا، يعني حاجات بسيطه جدا الفروق الفرديه بين الانديه، وشفنا المباريات وبنشوف ان النتائج المقص الرابع يمكن الزمالك السنه دي مثلا الحمد لله متفوق طبعا. الاهلي متراجع شويه رجع يعني، لكن بشكل عام ما عادش في فروق فرديه كبيره، يعني ما عندناش حازم امام، ما عندناش ابو تريكه، ما عندناش الخطيب، ما عندناش رضا عبد العال، ما عندناش يعني وليد صلاح الدين، ما عندناش النجوم اللي وصلتنا كاس العالم على الاقل، الجيل بتاع كاس العالم. فاللعيبه للاسف شديد اولا في جهل في باللوائح، ثانيا جهل في التعامل مع وكلاء اللاعبين، ما بيعرفش مصلحته فين، اهواءه الشخصيه ودوافعه وعواطفه بتوديه في اتجاه خطا والخطا متكرر للاسف. فنرجو ان احنا لما نيجي بقى، انا عارف ان نادي الزمالك عنده حق وقد يكون نادي الاهلي عنده حق او اللاعب عنده حق في الازمه دي، ولكن اخذ الحق حرفه. يعني ما انا مش عايز تصريحات اللي فيها اثاره للجماهير، لان الدنيا يعني البلد بشكل عام المناخ مش بتعاني من ازمه كبيره. بالزبط. والكره بتعاني من ازمه اكبر. استاذ شريف اسمح لي برضو تدخل في الموضوع، يبقى ميثاق شرف ما بين الانديه في موضوع انتقالات اللاعبين، ويبقى هناك نقول كورسات او محاضرات للاعبين حقه من خلال يعني قواعد او اللوائح نظم الانتقال ما بين الانديه. استاذ احمد. استاذ محمد يمكن عايز اقول لحضرتك حاجه حصلت السنه اللي فاتت اول ما جه المجلس ده
الاستاذ مرتضى كان اتفق مع استاذ محمود طاهر والحاج محمد عبد الوهاب ان العيب اللي الاهلي هيعوزه الزمالك ما يخشش فيه، ده حاجة العيب اللي الزمالك يعوزه ما يخشش فيه. تمام. عشان مصلحه الناديين يعني. وبالفعل ابتدينا نعمل الموضوع ده لغايه لما الاهلي تدخل في صفقه معروف يوسف ثلاثة بتوع الشرطه وخالد قمر، ثلاثه بتوع الشرطه، هي دي اللي عملت المشكله يعني. طبعا. كانت اللعيبه اتفقت معايا وانا كنت بلغت النادي الاهلي يعني، وبعدين النادي الاهلي رجع قال ايه، لا انا كمان عايزهم. فدي كانت المشكله، لكن ما فيش مشكله ان احنا نعمل المبادره دي تاني. ما كويس يعني، انت مش رافض يا استاذ احمد بتاعت ايه؟ المبادره، مبادره التعاون ومبادره الصلح ومبادره طبعا التعاون. انا يعني حضرتك، انا قعدت قبل كده مع استاذ محمود طاهر عرضت عليه ان احنا نعمل استاد مشترك بين الاهلي والزمالك يعني. ما انا ما فيش اي مشكله في مصلحه الكوره ان بدل ما نقعد بنتمنظر واحنا، ولا انا عندي استاد ولا الاهلي عنده استاد، ولا هو عارف يبني استاد لوحده، ولا انا عارف ابتدي ابني استاد لوحدي. والله على فكره لسه قايل الكلام ده، قلت امتى بقى الاهلي والزمالك والبتروجيت وام كلهم هيلعبوا على مطلع بترو سبورت، وده صعب جدا. لازم يعني لازم يبقى في تعاون. طيب. عشان الكره كده يعني لازم الفكر يتغير يعني. طيب استاذ احمد اسمح لي من خلال برنامج صحافه النهار، برنامج صديقي العزيز اشرف ممدوح، يتبنى الفكره دي ويكمل فيها طالما طرحناها من خلال برنامجه، ويتبنى هو الفكره دي ويطرحها. وما فيش مشكله لما عاوز لعيب من الاهلي يا استاذ محمد اعرض طبعًا عليهم طبعًا. يعني انا قبل كده اتكلمت مع حد في الاهلي وقلت له انا عايز اقدم عرض لعمر جمال. كان نفسي اشتري عمرو جمال، وقال لي لا ازاي كده هتخلي شكلنا وحش وما ينفعش ومش عارف ايه. ليه احنا في احتراف؟ لكن ليه المفروض بقى لو بنتكلم على كوره واحتراف، لو انت محتاج لعيب من عندي قدم لي عرض رسمي. طيب. وابحث، ولو انا عايز لعيب من عندك هبقى اقدم لك عرض، اقدم لك عرض وتبحث. طب ايه رايك تتمنى انت المبادره من الجانب ده تقنع بها السيد المستشار مرتضى منصور؟ انت عارف والدك استقال من على المنصه ليه؟ في عارف قال لك ان في هذه البلد لا يطبق القانون فيها الا على الفقراء والمحتاجين. تابعين مذاكرين ومتابعين يعني، برضو حط نفسك في الموضوع ده. استاذ احمد مرتضى منصور شكرا جزيلا. طرح كويس، انا عايز اكمل وانت من خلال جريت شو. ما عنديش مشكله بس انا عايز اكمل لك بس طبعا. يعني بص حضرتك، هنرجع برضو ملك ايفونا، ملك ايفونا الوداد البيضاوي شاريه ب 100 ولا 150 الف دولار ماشي، الاهلي اشتراه العند بأي منطق يعني؟ بأي منطق يعني؟ الأندية الخليجية انسحبت من الصفقة لما لقت السعر عمال يزيد ل 2000 ل 2 مليون 400 ولا 2 مليون 900 ولا الرقم اللي اتدفع فيه يعني. فعايز أقول لك إن ده يعني اللعيبة الأفارقة بتروح الأندية في شمال أفريقيا يعني أعلى ليميت ما بيزيدش عن 200 ألف دولار. 200 صح، برافو عليك. ولعيبة كويسة وبتعمل فارق معاهم في البطولات وفي المشاركات والكلام ده كله. أنا أعرف إن إحنا بنجيب لعيبة يعني مستوى ثالث وبنجيبهم باسعار خياليه عشان المنافسه اللي بين الاهلي والزمالك على اللعيب. نفس الشيء في الدوري المحلي يعني مشكله انت مثلا بتبقى رايح تشتري، معلش مع احترامي، مفيش لعيب في الدوري المصري يزيد ثمنه عن مليون ونص جنيه. مفيش لعيب يعني يزيد ثمنه عن كده. بنسمع ارقام 7 مليون لان طيب. الاهلي دخل عله والزمالك دخل عله. انت عارف في كام لاعب اجنبي جم اهلي والزمالك؟ 89 لاعب. ما نجاش منهم الا مثلا نقول اربعه ولا حاجه، من ايام كارشي على امونيكي فلافيو بس فيليكس. بس ادي الاسماء اللي انت ممكن عبرز يعني. تعالى بقى بص على الانديه الاخرى، هو ده السؤال اللي هو ده سبقتني، برافو عليك. يعني الانديه الاخرى بتجيب لعيبه ليه ب 50,000 ومرتب مثلا 3000 دولار في الشهر وكلام من ده، وتلاقي لعيبه عامله نتائج وبتحترف يعني بره. شميل سبيكلي اللي في بتروجيت بيل انطوان عبرزاء. لا ده انا بقول في الحاله عشان بس استحضرنا ان انا بقول اللي راح المقصه اللاعب بتاع وادي دجله اسمه اكتر من لاعب اسمه ايه يا جماعه فكروني يعني ستالي. يعني في اكتر من لاعب بيجوا ومميزين عن دول، خلي بالك باسعار رخيصه جدا ماشي. فالخناقه اللي موجوده، وبعدين يعني الانديه بتستفيد واللعيبه بتستفيد من الخناقه دي. معروف يوسف جاب شرطه برضه، معروف سؤال معروف جاب شرطه، معروف يوسف دخل راح الشرطه ليه مثلا ب 5000 دولار ولا حاجه يعني؟ معلش ده ازمه كبيره جدا يعني. انا اذا كان الاهلي صرف مثلا 30 40 ولا 50 مليون جنيه في صفقات هيتحاسب عليهم ازاي؟ ماشي، وما رجال اعمال والكلام ده، انا ما كنت وفرتهم وعملت الاستاد. نفس الشيء الزمالك يمكن صرف 25 يعني. انا الفلوس دي لو انا بطلع بقى، ومعلش عندنا قطاع ناشئين هنا وده قطاع ناشئين هنا بنصرف عليهم كده، وبعد كده اللعيبه تترمي بره. كلام منطقي جدا احمد مرتضى. احمد مرتضى الدوري المصري مش محتاج كل ده يعني. الدوري المصري مش محتاج ده كله يعني. القصه مش محتاجه ده كله. وبعدين طيب. يعني احنا كلمه الاحتراف دي
نستخدمها زي ما كنا عايزين. لسه قايل في الانترو ان احنا لسه ما عندناش رابطه محترفين قسم اول. لا نستخدمها يقول لك يا استاذ احنا في زمن الاحتراف وبتاع وكده وبعدين لما لا يا عم ما ينفعش بنفسرها على مزاجنا وعلى الموقف اللي احنا طب فيه. طب هو ليه دايما لجنه شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري كره القدم يعني يقول بيتلهف عليها الكل؟ ده عايز يبقى وكيل رئيس لجنه وده عايز يبقى وكيل لجنه وده عايز هو المسؤول. لا يا عم مش شايف إيه؟ انا في لهفه ولكن هي طبعا لجنه مهمه هي لجنه مهمه من اهم اللجان لو يعني فيها القواعد هي او الحكام والنظم. او لجنه المسابقات هم دول ثلاث اهم ثلاث لجان جوه الاتحاد. فطبعا اللجنه دي اللي هي فيها التعامل اليومي مع الانديه ومع شؤون اللاعبين والكلام ده وده التعامل يعني. وطبعا من خلالها ده اصوات في الانتخابات ومجاملات والتظبيط وبتاع فهي طبعا لجنه مهمه وعلاقتها بالانديه مباشره. رئاستها مش كيمياء. هو انت لو عندك لوائح ونظم وقواعد الامور سهله جدا. بس يا فندم انت ما عندك لوائح جايه لك كمان يعني انت مش فسرها يعني دي لوائح جايه لك. فاكر انت لما كنت في مع منتخب مصر في مالي وقلت مالي فيها مثلا مش عارف كان في الشارع استحاله تعدي الشارع وتقطع الشارع يا فندم ده 2002 دي مالي دي من افرع 10 دول في العالم كانت في 2002 عملوا لهم شارع زي صلاح سالم كده عندنا عشان فرنسا عملت لهم عشان كاس الامم زي صلاح سالم عندنا جاني باي طريق عيش الصفيح بس الشارع نظيف الماتش مثلا عند يعني اللي احنا قاعدين في الفندق مثلا في الدراسه والماتش في عند المطار الطريق قبل الماتش كله بيبقى وان واي اتجاه واحد رايحين للاستاد وعاملين طريقين فرعيين اللي جاي بعد الماتش بيتعكس ما شفناش لا زحمه مرور ولا شفنا ازمه تذاكر ولا شفنا الناس نطت على بعض ولا حصينه ضربت الناس ولا عساكر يعني القصه ان انت تلتزم بالقوانين ويبقى في نظام والناس تطبق عليها النظام الكبير قبل الصغير. المشكله يمكن هو قالها الاستاذ احمد ان القانون ما بيتطبقش وللاسف ما بيتطبقش على الكبير يعني يوم ما يتطبق حتى يتطبق على الصغير. فاللوائح لازم تطبق يعني دي ازمه الجونه اللي ليه حق طبعا وازمه قيد لعيب وبعدين يطلع حد من شؤون اللاعبين يقول لك اصل ما الجونه مقيد لعيب كان بيلعب في دمياط فتحس ان يعني انا سيب لي واسيب ولا سيب. فازمه كبيره جدا لان مفيش لوائح او في لوائح لا تطبق. طيب خلينا برضه عشان يعني نستغل وقتنا يعني بالنسبه لازمه زياد الصحيفي انا من شويه وانا جاي كنت بتكلم مع الحاج احمد في الموضوع وبنتكلم هو الراجل يعني قال لي انا زهقت بصراحه من اتحاد الكوره اروح له يمين يجي لي شمال اروح له شمال يجي لي يمين قلت بقى اعمل مع اي منظر وخلاص. هو الراجل قال كده بصراحه. هو بص يعني هو مباراه الاهلي والجونه دي يعني مسؤولي الجونه ارادوا يوصلوا رساله ووصلت بالظبط. هل بس الرساله دي في الصالح؟ مش في الصالح بالسلب طبعا. هو طبعا في استهانه بالمسابقه وفي تقليل من شأنها ودي اقدم مسابقه في افريقيا والشرق الاوسط لكن طبعا النتيجه منطقيه بظل ان انت الاهلي بيلعب لعيبه هو وصغار سن فمنطقيه منطقيه لكن هي رساله ورساله اعتقد انها وصلت والرساله الاهم ان زياد الصحيفي بقى اشهر مشهور. قلت له كده والله قال لي والله انا كان نفسي اخليه يلعب تقول لا لا ده والله ده أشهر يعني مشهور. عملت خدمه العمر ماشي. طب سؤال هل كان هناك تزوير في السكور شيت بتاع الماتش بتاع الماتش؟ يا فندم مفيش حاجه من دي خالص يعني مفيش حاجه. ده لعيب هاوي وانت اصلا دوري وهواه انت الدوري لسه ما دخلش اصلا. انا الاستاذ ايهاب الفولي الصديق العزيز كان عمال مداخله كان مع الاستاذ شوقي حامد وقال ان في هناك تزوير ولابد ان احاله الموضوع للنيابه العامه. ايوه هو تسجل مواليد 98 هو 2001 هو 2001 طب ينفع؟ بس لا. هو ده في هواي جت على ما انت اصلا الازمه ايه؟ الازمه ان اللعيب متقيد في الانتاج لعب في الداخليه والجونه ما خدش حقه بالظبط. لما تبقى تدي للجونه حقه بدور بقى على حقوق. انا هو انا دعيت الاستاذ احمد صحفي في برنامجنا حصاد النهارده ان شاء الله يوم الجمعه يديله ديك العمر. احنا عندنا مشكله كبيره انا دلوقتي ده. دي عده مشاكل خاصه باتحاد الكوره ولجنه شؤون اللاعبين ماشي. انا يهمني ان انا يطلع مسؤول من لجنه شؤون اللاعبين دي كل يوم يوضح لي الازمه ايه والكلام اللي بيتقال دوت ان في لعيب اتسجل 98 ده صح حصل ولا ما حصلش. مراقب المباراه بيطلع بيانه او تقريره يقول لنا حصل ان اللعيب ده مواليد 2001 لكن كل دي اجتهادات ماشي وكلام على ورق ونضرب تقرير نحطه على الفيسبوك. طيب مع القصص دي كلها طب ما ادي الحقوق كلها. عايزين نروح رايك بنروح بيتك الشروق نشوف فرق. كتبوا ايه في صحافه بكره فرق. مع الزميل سامح الفيومي والناقد الرياضي الاستاذ خالد عامر بجريده الشروق. مساء الخير يا سامح. سامح مساء الخير زميلي محمد عباس تحياتي ليك وتحياتي للاستاذ شريف عبد القادر يعني من هنا من مقر جريده الشروق ويسعدنا ان يكون معنا الاستاذ خالد. استاذ خالد برحب بيك.
اهلا وسهلا بحضرتك وبرحب باستاذ شريف واستاذ محمد عباس. يعني اكيد يعني ناس في تشوق لاخر المستجدات اللي ستخرج خلال ساعات على صحيفه الشروق. اولا بنبدا عندنا صفحتين بكره، بنبدا باول حاجه عن المرشحين لخلافه المدير الفني للنادي الاهلي حاليا الاستاذ الكابتن فتحي مبروك. زميلين احمد الدرمالي ومحمد قلبة كاتبين موضوع عن ان في ثلاث اجانب مرشحين لخلافه فتحي مبروك، ابرزهم المدير الفني الاسبق لنادي الزمالك ومدير الفني المنتخب الاولمبي نيلو فينجادا البرتغالي نيلو فينجادا، بالاضافه الى وجود مساعي لاعاده البرتغالي الاسطوري مع النادي الاهلي الكابتن مانويل جوزيه، ووجود حديث عن ترشيحات للكابتن او المدير الفني للمنتخب مصر الاسبق بوب برادلي، بس في اختلاف على احقيه بوب برادلي في قياده النادي الاهلي. الزميلين احمد درامالي ومحمد قلبه كاتبين انه كابتن فتحي مبروك حتى الان هو المدير الفني للنادي الاهلي ولم يتم حسم رحيله عن النادي، ولكن في محاولات من مجلس الاداره لايجاد بديل خلال بدايه الموسم الجاي. ننتقل الى الطرف الاخر وهو نادي الزمالك، الزميلين امير نبيل وكريم صلاح. فريرا يشكو الارهاق قبل مواجهه الاتحاد بالكاس، والزمالك يقترب من حسم ملف شيكابالا. ملف شيكابالا طبعا كلنا كنا متابعين عن انه في تعقيدات من جانب سبورتنج لشبونه في عوده شيكابالا الى القلعه البيضاء مره اخرى، اقتربت على النهايه بعد ما نادي الزمالك قدم عرض ب 600,000 يورو، وهو عرض يفوق المبلغ اللي النادي البرتغالي اشترى بيه شيكابالا في البدايه. سبورتنج لشبونه عايز يتخلص من الصداع المشكل ليه من قصه شيكابالا والملف والهروب وعدم اللعب وكده، خاصه ان هو لعب من ساعه ما انتقل الى نادي سبورتنج لشبونه حتى الان 13 دقيقه فقط لا غير. الزمالك بيقترب من حسم الصفقه. فيريرا بيشكو الارهاق قبل مواجهه الاتحاد وبيطالب اتحاد الكوره باعطائه مهله او تمديد الوقت قليلا ما بين المباريات عشان اللعيبه بترهق. ننتقل الى اتحاد الكوره، اتحاد الكوره بيرفض تدخل وزاره الرياضه في ملف السوبر. الزميل حسام زايد كاتب بكره موضوع عن رفض اتحاد الكوره القرار من وزاره الرياضه باقامه مباراه السوبر في دبي واعادتها مره اخرى الى مصر. كلنا عارفين طبعا ان وزاره الرياضه كانت رفضت اقامه مباراه السوبر في دبي عشان الاوضاع وكده، بيدي رساله للناس انه الوضع مش مستقر في مصر وعايزينه يقام في مصر. اتحاد الكوره قال لا، ده شان داخلي وامور تسويقيه، ما فيش مجال لوزاره الرياضه ان هي تتدخل فيها، وان ده شان داخلي في اتحاد الكوره، وهو فقط اللي هيقرر اذا كان هيتم لعب كاس السوبر في مصر ام في دبي. المنتخب يبدا معسكره 24 اغسطس استعدادا لمواجهه تشاد. تقرر انه هيكتور كوبر المدير الفني الارجنتيني للمنتخب قرر انه يبدا المعسكر الفني لمنتخب مصر قبل مواجهه تشاد يوم 6 سبتمبر في التصفيات المؤهله الى امم افريقيا. قرر ان هو يبداه في مصر بمعسكر داخلي يوم 24 اغسطس، وهيتم الاعلان عن قائمه اللعيبه قبلها. عندنا في حوار مع السمكة الذهبية فريدة عثمان. الزميل علي البحيري كان عامل حوار مع فريدة عثمان اللي هي المتأهلة، هي سباحة طبعا، هي بطلة مصر في السباحة وبطلة نادي الجزيرة ومتأهلة إلى أولمبياد لندن، أولمبياد سوري ريو دي جانيرو 2016. في خلال الحوار بتتحدث عن أمانيها لبطولة أولمبياد ريو دي جانيرو ومسيرتها حتى الآن والإنجازات اللي حققتها والحاجات اللي أثرت في مسيرتها حتى الآن. حوار جيد جدا، انتظروه غدا على صفحات الشروق الرياضي. ننتقل إلى الملف العالمي. في حاجتين مميزين جدا. الزميل أمير نبيل كاتب عن المشكلة الأخيرة ما بين إيفا كارنيرو اللي هي طبيبة الفريق تشيلسي الإنجليزي مع المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو. كلنا عارفين إنه حصلت مشكلة كبيرة ما بين جوزيه مورينيو والطاقم الطبي في الفريق، وتم إبعاد الطاقم الطبي عن الفريق. صديق الطبيبة الإنجليزية طلع اليوم فضح
علاقة الطبيبة الإنجليزية ببعض لاعبي الفريق، وهو ده اللي أدى إلى المشاكل اللي حدثت ما بين جوزيه مورينيو وما بين إيفا كارنيرو. برضو موضوع شيق جدا، انتظروه غدا. آخر حاجة أنه بكرة منزلين حاجة عن برشلونة، برشلونة يبحث عن المستحيل أمام بلباو من أجل إنقاذ حلم السداسية. كلنا عارفين أنه برشلونة في مفاجأة غريبة جدا خسر المباراة الأولى في كاس السوبر الأسباني أمام أتلتيك بلباو بأربع أهدافة. مباراة العودة غدا على ملعب الكامب نو هتكون مباراة صعبة جدا، ولكن فريق برشلونة من الفرق التقيلة أوروبيا واللي بتتميز بتكامل عناصرها. أعتقد المباراة هتبقى جيدة، فرصة برشلونة صعبة ولكنها مواتية يعني للعودة. ميرسي جدا، ربنا يخليك. وده كان استعراض سريع من جريدة الشروق. والآن عودة ليك زميلي محمد عباس والأستاذ إبراهيم رئيس قسم الشرائط دي بجريدة الشروق. شكرا زميل سامح الفيومي، وشكرا للاستاذ خالد عامر في طرح مميز جدا بصراحه. انا بحييك على اداء خالد عامر كمان. ربنا يخليك. يعني هو بس يعني في نقطه مهمه ما اتكلمش فيها في حوار فريده عثمان. كلنا بنتكلم عن روديو جانيرو وان في ميداليه اولمبيه في السباحه وكده. البنت في الحوار كانت صادقه جدا مع نفسها وقالت انتظروني في طوكيو 2020. يا سلام. وقالت ان ميداليه اولمبيه في السباحه او في سباحه السيدات او بالنسبه لها هي تحديدا يعني هيبقى صعب جدا في روديو في ريو دي جانيرو. لكن هي صغيره لسه. هي صغيره وطبعا المنافسه صعبه. وبعدين خلي بالك هي بطله عالم في الشباب في 50 متر. 50 متر ده فراشه، ده مش سباق اولمبي. وهي برضو رابع خامس عالم 50 متر، ده مش سباق اولمبي. السباق الاولمبي 100 متر فراشه. فهي بتقول ان ده هيبقى صعب في 2016، لكن أعدكم أن يبقى في ميدالية في 2020. ثانيا قالت حاجة مهمة جدا، لأن الناس بتلعب على وتر المقارنة بينها وبين كابتن رانيا علواني. هي في الحوار قالت أن دي مثل الأعلى. بتخلص الكلام. يعني في الحوار قالت أن رانيا علواني، بس هو رانيا علواني برضو كأولمبيا لأن في ناس طلعت قالت أن أولمبيا ما عملتش حاجة رانيا علواني. يعني حتى رئيس الاتحاد نفسه قال لك اللي كان اتصرف على رانيا علواني ده كان صنعنا بيه. ده زمان وكان حاجه صغيره جدا يعني. كان وقتها رانيا علواني برضو بطله افريقيا وبطله بحر الابيض المتوسط ولعبت في الاولمبيات. خلي بالك بس اصل الاولمبيات الناس فاهمه غلط. الاولمبيات ده انت بتروح هنا كبطل للقاره بتاعتك يعني، انت او بطل من ابطال العالم او حققت الرقم العالمي اللي مؤهل للبطوله دي. فانت وجودك ده شرف يعني، وجود أكيد. مصر في اي منافسه مهد الرياضه على بصراحه يعني قصه طبعًا. في الاولمبيات يا جماعه مش اننا الميداليه حلم والاخره، لكن المشاركه في الاولمبياد نفسها دي حاجة مهمة جدا يعني. عايز اخدك لكام موضوع كده. طبيبة ايفا طبيبة تشيلسي انجليزي صديقها معها. المهم الاتحاد الاوروبي كمان، الاتحاد الدولي كمان يعني كبير الاطباء قايل في الموضوع، قايل ان مش من حق المدرب يحدد مدى يخش الطبيب للاعب، ده تبقى قرار من الحكم هو اللي يقول. لكن مش يعني ما ينفعش المدرب يقول لا قومي او ما قوميش. الحكم لازم يشرح الحكم طبعا طبعا يعني، ده مش قرار المدرب بالظبط. بس هو صديق ثقه بحا لامور شخصيه بينهم. هو مع عصبيه يعني الفيلم مع عصبيه مورينيو وجنانه والكلام ده كله يعني يوصل للحاله دي ان هو عايز يكسب وفاضل دقيقتين وبيلعبوا 10 بعد طرد الحارس وكده فيعني يتجنن عليه. باب برادلي المدير الفني الاسبق لمنتخبنا صاحب 6-1 مع غانا. نيلو فينجادا المدير الفني الاسبق نادي الزمالك صاحب الانجازات والمدير الفني للمنتخب الاولمبي. مانويل خوسيه صاحب الانجازات الكبيره مع الاسم الاهم هو كارلوس كلاوش. كارلوس اللي هو مدرب منتخب الايران وإيران ريال مدرب ريال مدريد قبل كده. ده الاسم الاهم المساعد لريال مدريد ما كانش مدير فني. ده الاسم الاهم اللي هم بيفاوضوه دلوقتي مدرب منتخب ايران السابق. ويمكن ده اقرب الاسماء لفنجاده زي ما قلت وفنجاده يجي في مرحله ثانيه، لان في طبعا اصوات معارضه جدا جوه المجلس وجوه النادي لعوده جوزيه. اسمعني برضو انا عندي معلومه واثق منها ان خوسيه ما حدش كلمه خالص. طبعا خالص. والكلام ده على المسؤوليه الشخصيه. ده لسه الكلام بين جوه النادي الاهلي وكده يعني. مانويل جوزيه قاعد يستمتع على البحر بيصطاد في البرتغال، عندي معلومه موثقه. لما بيجي الغردقه بالظبط. لا انا هو في البرتغال. طب نطلع فاصل عشان الاذان ونرجع تاني نتواصل في صحافه انهار ضيفتنا النجم شريف عبد القادر. رجعكم تاني في الجزء الاخير من صحافه النهار في ضيفتنا الاستاذ شريف عبد القادر مدير التحرير الرياضي بجريده الشروق. استاذ شريف، ثلاث ملفات او ثلاث اسامي انت قلت فيهم الاسم، نقول الاقرب او يعني اللي ممكن نسبوت عليه. فينجادا، جوزيه، برادلي، والاسم اللي حضرتك قلته كارلوس كروش. طبعا يعني اولا كابتن فتحي مبروك لازم نسمي تجربته، ولازم نقول ان هو
انتشى الفريق من موقف صعب جدا في الدوري، حقق نتائج الى حد كبير جدا، نتائج جيده في ظروف صعبه، في اصابات، في توقفات، في ايقافات بعض اللاعبين، في خلافات داخليه، في ازمات. طبعا يعني الاهلي السنه دي محافظ على لقبه، الزمالك كان افضل طوال الموسم، على مدار الموسم حقق بطوله الدوري عن جداره، لكن مش عايز اقول بقى الكلام اللي بيتقال دلوقتي ان الكابتن فتحي مش قادر على النجوم الجداد ويسيطر عليهم والازمات والكلام ده كله، لكن ده صعب يعني جدا، لان كابتن فتحي مبروك ده اشتغل مدرب مساعد لكابتن محمود الجوهري في كاس العالم 90، خبره تدريبيه محترمه جدا، اكتر من مره يجي في فترات صعبه جدا للنادي الاهلي وحقق انجاز باحراز بطوله او يعني بنقل الاهلي من مرحلة التعثر دايما كلها كل مرحلة المراحل دي. بس انا اسمح لي يا استاذ شريف، انا كلام برضو برنامجي دايما كنت بقول لازم اعطاء الفرصه كامله للكابتن فتحي مبروك. طبعا امتى يا جماعه؟ راجل فوق 60 وراجل دايما النادي الاهلي تعالى يجي امشي، وراجل غير شكل واداء النادي الاهلي بعد اللي نقول عليه اللي عايز اقول ان هو اللي كانوا قاد مباراه الاهلي والزمالك، باظ الدنيا مع النادي الاهلي ده. يعني دي من المباريات المهمه اللي كان واضح في تاريخ لقاءات الاهلي والزمالك طبعاً، كان واضح فيها دور المدرب بشكل كبير جدا. كل الناس كانت متوقعه نتيجه سلبيه للنادي الاهلي ونتيجه والفوز لصالح الزمالك، هو قدر بذكاء شديد جدا وبفكر تكتيكي عالي جدا، لدرجه حتى الاستديوهات التحليليه كلها قبل المباراه كانت مستغربه التشكيل بتاع النادي الاهلي، لكن واضح ان هو كان دارس الزمالك كويس وحط تشكيل مناسب جدا للمباراه وقدر ان هو حقق نتيجه. الفرصه او حان الوقت اللي كان يتولى فتحي مبروك المهمه، هو متولي المهمه او يكمل المهمه امتى؟ يكمل ده قال لك بيفكروا في لاعب، لا ده بعد ماتش الترجي مش عارف هيقولوا، لا ده بعد ماتش الشرطه، عشان حساب بالقطعه، عشان حساب بالقطعه ما فيش يعني. ما هو بص بقى هنا يقول لك ايه، صبرت على ده احنا في زمن الاحتراف، لا ده احنا مش عارف ايه. طب هم لو احنا في زمن الاحتراف وبالنتائج وبالفلوس اللي بتدفع، جريده بادائه نقول المخزي مع النادي الاهلي كان قاعد الفترة دي كلها؟ لا طبعا. طيب. طبعا ده كان يعني تحس ان هو عند يعني بقاء جريده. لا حتى لا دايما، لا خلي بالك مش عند الاهلي، دايما يقول لك لا احنا القيم والمبادئ والامور كلها، لا 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 هم كانوا بيلعبوا على الوتر ده، ان هم ما بيغيروش بالموسم، بس لما لقوا الامور سائت اللعيبه نفسها ما كانت بتتكلم، اللعيب بيقول له اه احنا بنعمل استحواذ بس الخطوه الاخيره ما نعرفهاش، حد يقول لنا نعمل ايه لما نخش منطقه جزاء الخصم، ده بقولك كنت بعمل محاضرة قبل انت فاهم، يعني فده عندي يعني ان انت تسيب مدرب. عندي ملفين برضه عشان وقتنا، ملف شيكابالا، وبقولك الزمالك بيقرب، انت عندك في الشروق قرب ازاي؟ ده مفيش مكانه في القائمة. لا ما هيعار. هيعار لمين؟ للاسماعيلي. الاسماعيلي يعني هيتم هيعود للزمالك ويتم اعاره للاسماعيلي، يعني في طول الوقت ده والامور خلاص، ما هو يعني لازم المشكله تتحل، لان كده لا سبورتنج لشبونه مستفيد ولا اللاعب مستقبله ضاع، ونادي الزمالك يعني محتاجه، هو يعني او اللاعب هو اللي عمل فيه كده، هو اللي عمل تاكيد طبعا. ده برضو اخطاء، مش عايز اقول الجهل باللوائح، اللي هي يعني عدم فهم الاحترافي، ودي مشكله كل اللعيبه اللي بتخرج او اغلب اللعيبه اللي بتخرج بره مصر، ان هو هنا في مصر بيتعامل نجم كابتن راح كابتن جاو بتاع ونجم طبعا، الجمهور بيزيط مش عارف ايه، عايش حياته كلها هدايا وبتاع وفسح وكده، بيروح بره زي اي لعيب زي اي مواطن بالظبط، فالحكايه دي بتعمل تشوك يعني، هو من نجوميه وشهره والاخره يعني. شيكابالا اولا ما هواش نجم اعلام يعني، مش كثير الظهور، قليل جدا الظهور، ولكن على الفهم الخاطئ للاحتراف او للخروج بره مصر هو اللي بيوصل للحاله دي. كتير لعيبه جدا راحوا وكنا متوقع لهم مستقبل باهر جدا في اوروبا، ولكن رجعوا سريعا، لان العقليه طيب يعني على العكس. انا برضه عايز اقول لحضرتك حاجه، انا اول واحد تواصلت مع شيكابالا في البرتغال ليله المشكله وليله الازمه، وجبت الصحفي المرتضى منصور واتكلم وتدخل الراجل، وبعد كده كابتن شوبير كمل في القناه اللي كان فيها، كمل الموضوع لشيكابالا، لان كان وقتنا احنا قعدنا 3 ساعات وكان وقت طويل جدا. انا قلت له شيكابالا الكره في ملعبك، اخر فرصه بالنسبه لك انك تلحق بقطر الاحتراف، لعيب بحجم وقيمه شيكابالا بلا انجاز. طيب اتحاد الكرة ملف السوبر، السوبر السعودي كان في انجلترا، السوبر اعتقد السوبر الكويتي هيبقى تقريبا في فرنسا، يعني شايف
مع أو ضد ان السوبر المصري يبقى في دولة الامارات الشقيقة في دبي بالتحديد، ولا شايف احنا بنبعت رسالة للناس زي ما قال الزميل خالد عامر ان احنا عندنا لسه مشاكل؟ لا ده يعني هو الوزير اللي يعني هو الوزارة بتقول ان لازم السوبر يتلعب في مصر. يعني هل من المسؤول اول عن الرياضة في مصر؟ المسؤول وزير يعني، مش خالد علام، مش جمال علام، لا مش جمال، المسؤول يعني عن الرياضه بشكل عام لكن المسؤول عن مسابقه كره القدم. ما اختلفناش، بس الوزير موقعه السيادي وجه في المكان ده باختيار القياده السياسيه عشان يدير كره القدم او يدير الرياضه. انا عايز على العموم عايز اقول لحضرتك حاجه بالزبط. انا مع فكره ان السوبر يتلعب في دبي هو انا كمان الإمارات. بس انت ماشي اولا هتاخده من الناحيه الجاليه المصريه كتيره جدا. معاك هيبقى في حضور جماهيري، هيبقى في تنظيم، هيبقى في التزام من الجماهير. طب سؤال ماشي. سؤال تاني ماشي، هيبقى في تسويق للمباراه بشكل كويس جدا، حقق عائد كويس تلفزيوني. ما تقدرش في التوقيت ده تعمل ماتش ده برج العرب بدون جمهور؟ خلاص ما انت خلي بالك، طول ما انت بتقول كده يبقى انت غير قادر انك تبقى في الدوري اللي جاي في جاي. لا في ظل الوضع اللي احنا فيه دوت والتناحر والخناقات واللعيبه راحت واللعيبه جت وده مضالي وده مضاليش، لا مفيش جمهور، مفيش جمهور خالص قبل انتخابات البرلمان كمان تحديدا. أنا اللي انت كنت بتتكلم عليها دي قبل انتخابات البرلمان، وانا على فكره قلت من قبل كده يبقى في جمهور والشرطه تنشغل بالانتخابات والكوره، ده صعب جدا. انا قلت قبل كده صعب جدا، لابد ان يفعل لابد ان تفعل القوانين وخاصه قانون الرياضه وقانون شغل الملاعب. وبعدين اللي حاصل حتى دلوقتي يعني الجماهير هاديه وما بتروحش الملاعب وبتاع ده كده، دي يعني ثوره خامده. لكن مع توم بقى المشاكل والازمات والتناحر بين مصطلح ده بنات على ايه برضه؟ عشان برضه انت قلت مصطلح، لان اولا يعني تعالى نرجع بالذاكره بقى قبل ماتش الاهلي والزمالك اللي حصل في استاد ملعب التتش. طبعا مفيش كده، ورسالتين برضه الاحتفال بالزمالك مفيش كده واحتفال والازمه اللي حصلت في احتفال الزمالك كان ممكن تؤدي لكارثه. يعني في الازمه ربنا ستر، الحمد لله ربنا ستر، كان ممكن تحصل ازمه بالزبط. يعني مفيش نظام مفيش نظام ولا في التزام ولا اخره، والتون عالي والازمات كبيره وخناقه الزعامه بين الناديين كبيره، وده منعكس على الجماهير. فيعني فعلا فانت عشان تقول لي جمهور يرجع في التوقيت ده، لا الكره تمشي من غير جمهور. طب لما انت تتناحر بين فريق بين ناديين اهلي وزمالك على ملعب المباراه، انا الاهلي مش عايز يلعب في الجونه والزمالك عايز يلعب في الجونه، وتدخل لا والزمالك كان في الاول مرافض الجونه ورئيس الوزراء هو اللي تدخل ويقول الماتش في الحته الفنيه، هل رئيس الوزراء او الرئيس او كل الناس المعنيين بالقياده السياسيه في مصر فاضي الكلام ده؟ يا فندم انت اجندتك في اي دوله في العالم، يعني انت دلوقتي في 2015 عارف اجندتك ل 2024 ل 2022 كاس العالم 2022 هتلعب ايه؟ وعارف مبارياتك ايه والفرق اللي هتلعب في البطولات القاريه ايه والانديه اللي هتلعب كل ده بيبقى الاجنده معروفه. لكن احنا هنا عشان ماشيين بيوم بيوم يعني صاحيين الصبح بكره مش عارفين الدوري هيكمل ولا لا. طيب انت لو كنت متابعني في الانترو كنت بقول ان الدوري المصري السنه اللي جايه الموسم الجديد ان شاء الله يا رب كده ويدينا ويديك عمر. انا بس خلينا بس واحده واحده، الموسم اللي جاي ده اللي احنا فيه ده 2015 2016 مش هيبقى من غير جمهور. ايوه طبعا، الا اذا النادي الاهلي وصل لنهائي البطوله الافريقيه على ارضه او سواء لعب نادي الزمالك. لازم بقى عشان ده كاف اللوائح المنظمه للاتحاد الافريقي الاهلي او الزمالك وصل او حتى سموحه لو وصل تمام. لازم هيبقى في جمهور طبعا. اوكي قلت ده بس طبعا هتبقى باعداد محدوده ومفيش مشكله مفيش مشكله. الاشتراطات الامنيه في الملاعب المصريه يعني ماسك زي ما قلت بتوع المحله كانوا عندي لسه بيقولوا الكاميرات ومناقصه وحاجه زي كده. انا مسد محله ده قبل كارثه بورسعيد هيحصل فيه مصيبه لولا الامن وياسر عبد الرؤوف. يعني ذكاء امني او تعامل امني مع ازمه وحكم مباراه فهم القصه ايه. استاذ شريف ربنا يبارك لا يصلح استاد المحل. طيب ماشي ما اختلفناش يعني انا زرته كذا مره. لا الناس عاملين في شغل كويس وارضيه لا وكانت عمل لا يعني انا زرته من فتره لا بعيده. لا 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 بس لسه موضوع الكاميرات وموضوع الناحيه الامنيه، لانك انت في الغربيه ما عندكش الا ملعب المحله والبلديه برضو اصغر وملعب طنطا. ملعب طنطا الموقع الجغرافي زي ما قلت موقعه ما ينفعش الفرقه الكبيره تروح، هتبقى مشكله كبيره جدا. من يوم المصري من يوم مباراه الاهلي والمصري بورسعيد ما انتش قادر تفكر بقالك اربع سنين الاشتراطات اللي طلبتها النيابه العامه والمشاكل دي كلها تقدر تتغاضى عنها؟ تقدر تفكر صح؟ يا فندم في ملاعب كبير لسه الاشتراطات دي ما اتنفذتش فيها، في استاد اسكندريه نفسه ما اتنفذتش فيه. طب ليه؟ وبتلعب على استاد اسكندريه. بص يا استاذ محمد، طالما الهواه والمتطوعون بيديروا عمل احترافي هو ده هيبقى الحال. طب اذا الدوري المصري من وجهه نظرك بكل صراحه لا من غير جمهور مش بخصوص الجمهور يساوي كام؟ يساوي كام؟ دوري مصر بالمنتج ده دوري فقير، ملاعب فقيرة، إخراج تلفزيوني فقير، كل الأمور اللي فيه حتى النجوم اللي فيه مش على المستوى الواو الكبير قوي. يعني ليه التناحر وليه سبع أندية وليه 13 نادي وليه ملايين كتيرة جدا؟ ليه؟ بأمارة إيه؟
ما انت بورت ايه؟ بص زي البنت زي البنت الوحشه اللي انت بتيجي اللي بتعملها كل اللي حضرتك بتقوله مكياج وبتاع وكده وتظبطها وتوضبها وتعمل فيها كل حاجه جميله وبتسوقها بشكل كويس، لكن في الاخر لما بتشيل كل ده بتبان على حقيقتك. انا عايز اقول كل الحاجات السيئه اللي قلت لها او كل النقاط اللي حضرتك قلتها ديت اللي هي يعني بتقلل من قيمه، لا الا ان الدوري المصري دوري بايع نفسه، يعني نقدر نحقق منه دخل سنوي. انت كده بتحط روج لاول حاجه كده، بتحط روج بالكلمه دي. لا يعني بتحط روج، هو دوري بقى على الماسك بقى والحاجات دي دوري متابع، عشان تجمل دوري متابع. متابع ما متابع ليه؟ لو انت بعد كده حصل في مشاكل القنوات، في قنوات انا بقول كده عشان انا بدافع على قناه النهار، انا بقول وجهه نظر في استاذ شريف مالوش يعني يعني راي مع حد او مع حد او ضد حد. اللي جاي اللي جاي هل قيمه الدوري المصري بشكله ده ما تبقاش في المتاح؟ لا لا لا، قيمته عاليه، من قيمته اعلى من اللي فيها دلوقتي، قيمته عاليه رغم كل السلبيات اللي فيه دي. ايجابياته ايه؟ مواصفاته ايه؟ ايجابيات، اولا هو دوري متشاف، متشاف جوه مصر وبره مصر في الخليج بشكل كبير جدا. ماشي. وحتى في شمال افريقيا. دوري متشاف بشكل جيد جدا. تمام. مش من المصريين بس اللي بره. تمام. لا ده من المواطنين اللي بره، يعني انت عندك تعداد سكان، انت حضرتك سافرت الخليج اكتر من مره كتير، وسافرنا كل ماشي دول الخليج كلها. تمام. وحتى شمال افريقيا، افريقيا ولبنان وسوريا. تمام. لازم هتلاقي هناك البلد مقسومه اهلي وزمالك، اي طيب. دوله من دول مقسومه قالوا. طب معانا الاستاذ محمود الشامي عضو الاتحاد المصري لكره القدم. حاج محمود اهلا بيك. اهلا محمد بيه، ازيك؟ صح، ازيك؟ تحياتي ليك. تحياتي للاستاذ شريف عبد القادر مدير الاتحاد الرياضي بجريده الشروق. طبعا ده اخ عزيز لنا وربنا يخليك. ربنا يخليك حاج محمود. انا كلمت وجبت طرف اهلي وطرف زمالك في ازمه احمد الشيخ، من قيده من عدمه مشكلته ومضى فين ومضاش فين. راي الاتحاد المصري ايه؟ بص حضرتك، انا بس يعني ايه يعني بدايه انا عايز الموضوع يعني ما نبصلوش من زاويه الطرف الاهلي والزمالك، دي المشكله الاساسيه اللي الحقيقه اللي دايما الموضوع بياخد اكبر من حجمه الطبيعي. اتفضل يا فندم. انا احنا من اول لحظه رمى السنه اللي فاتت كان عندنا مشكله كبيره في ان اللعيب المصري عنده مشكله كبيره، ان اول حاجه بيعملها انه بيوقع. تمام. لان في العالم كله التوقيع ده اخر حاجه، لانه في النهارده ابداء رغبه وفي النهارده توقيع مبدئي، لكن العقود الاساسيه لابد ان اللعيب، ونبهنا على كل واحد قبل ما تعمل اي حاجه ما تستعجلش على التوقيع، التوقيع ده خلاص بيخليك النهارده، لكن الانديه اتعودت انها توقع اللاعب الاول وبعدين يتفاوض مع النادي بتاعه او كذا ويظبط الورق ويظبط الكلام. الموضوع خد اكتر من حجمه كبير جدا، وانا الحقيقه المشهد الو معاك علينا صوت شويه يا جماعه. المشهد يا محمد اللي بيحاول يتصدر ان احنا هنكفي الصوت العالي وهنعمل كذا، او ان احنا لو ما حصلش كذا هنجيب الجماهير تعمل كذا. لسه الاستاذ حاج محمود، الاستاذ شريف عبد القادر ولا بخاف الا ربنا ولا براعي الا ربنا في كل تصرفاتي. برافو عليك. الاستاذ شريف قال هي مساله زعامه، ان انا لو الاتحاد الكره ما وقفش اللعيب اوريه ولا حد يقدر يوري الاتحاد حاجه ولا يقدر يعمل حاجه. برافو عليك. لو اللعيب ده ما لعبش احنا هنطلع الجماهير وهنعمل. برافو عليك. برافو عليك. برافو عليك. اتمنى انا عندي احساس والله شايفه دلوقتي قدام عيني ان انا بيتحول لمجالس ادارات لمشجعين، وهذا الخط الرقيق في الاداء وهذا الخط الاديب في اداره الازمات غير مقبول، لانه حاج محمود اسمح لي بس اقطعك في الجزئيه دي. حاج محمود مفيش حاجه تستحمل الكلام ده. حاج محمود دايما في المواضيع كلها باخد المواضيع بهدوء، وعايز الدنيا المشهد ما يبقاش فيه اي ارتباك، ان احنا في ظروف صعبه جدا بنحاول نكمل النشاط. وبعدين احنا حضرتك يعني شو حضرتك كمل الضغوط اللي حصلت في لو احنا بندور على مصالح شخصيه، او انا بخاف من الصوت العالي، او بخاف من اصحاب السطو او المال او الجاه، تعرضت لضغوط جامده جدا في موضوع جون. تمام. موضوع جون موضوع واضح وصريح، واستعنا بالله في قرار ومقتنع اقتراع تام وضمير ان انا لم اصدق احد، وهذا هو كان القرار الصائب بكل اللوائح القانونيه والمعاريف الدوليه. طيب حاج محمود اسمح لي. حاج محمود. حاج محمود. هذا الموضوع ومحاولة اسقاط الاتحاد عشان نادي يفضل بدون حق. طب حاج محمود هنجامل الحساب دي حاج محمود صالح وما عندناش اشندات الا احنا بنراعي ربنا صالح. طب يا حاج محمود والحمد لله يا استاذ محمد، انا مفيش حد الحمد لله يعني بيقول لمحمود الشامي له مصلحه شخصيه. لا انا عارفك على مستوى الشخصي شخصيه محترمه ونزيهه. الحمد لله. طب حاج محمود ربنا كافيني. طب اسمح لي وراضيني والحمد لله متربي كويس جدا. انا عارف والله عارف ذاكر كويس جدا يا حاج محمود، ما حدش بيشكك بذمه محمود الشامي. طب اسمح لي استاذ محمد، انا النهارده بلاقي نفسي فجاه بناقش موضوع لاحي قدام جماهير 20 30 مليون او قدام
مال النادي، ماله النادي ومال الكلام ده بالظبط. طب الاخطا يتحمل خطا، محمد يداري خطا يتحمل خطا. طب استاذ شريف عبد القادر عايز رد يا حاج محمود بعد اذنك. حاج محمود ايوه الاستاذ شريف عبد القادر قال الكلام اللي حضرتك قلته، مساله زعامه ومساله تهيج الجماهير ما بين القطبين في الجزئيات دي تحديدا. استاذ شريف ارد عليك بعد اذنك. انا عايز بس اسال استاذ محمود دلوقتي بس يعني بصفة حضرتك عضو مجلس إدارة والمشرف أو رئيس لجنة شؤون اللاعبين حاليا. بالتأكيد إحنا كصحفيين أولا وكجمهور متابع عايزين توضيح للي حصل. هل الزمالك دلوقتي بيقول إن اللاعب موقع عنده؟ والأهلي بيقول إن العقود اللي وقع عليها اللاعب دي نسخ قديمة غير النسخ اللي وزعها اتحاد الكرة في أول أغسطس على الأندية. ايه الصح في الموضوع ده؟ وعايزين توضيح من حضرتك للازمه دي كلها. بص حضرتك الموضوع المفروض ان تعرف حضرتك ان اللعيب ممكن يتفاوض في اربع حالات. اول حاله ان يكون عقده منتهي قبل 6 اشهر من تاريخ تعاقده. تمام. ثلاثه بموافقه ناديه اذا كان ناديه وافق، او موافقه وسيطه لو كان منتقل خارجيا من غير ما يكون النادي موجود. الاربع حالات دول في كلتا الحالات لازم يكون العقود موجوده. الاتحاد الدولي لغى الوسيط في شهر 3، اخرت العقود عندنا. طب انا نادي عندي يخلص قبل 6 اشهر، نادي يخلص قبل 6 اشهر وانا معايا اعمل ايه؟ امضيه ازاي؟ لازم الاتحاد كان يوفر لي العقود الايه؟ العقود الجديده. فقلنا عشان ننهي الموضوع ده وما يبقاش في ناس بتحب تفصل. يعني ناس قالت للناس ايه؟ خلصوا عقد وليد سليمان وجددوه وبعدين اخد قرار ان انا مش هعتدي بالعقود القديمه. ده مغالطه انا رافضها، لازم يبقى في شفافيه. انا قلت يا جماعه ادي وقت لغايه 30/7، اللي عنده عقود قديمه تنطبق عليها الشروط يقدمها للاتحاد. صح. وبعد 30/7 انا مش هنظر في العقود القديمه كلها، هنظر من 1/8 في العقود الايه؟ الجديده. اتقدم لي موضوع احمد الشيخ وتقدم لي موضوع سعد حسني بتاع سموحه وليه؟ والاسماعيلي. وفحصنا الموضوعين. يوم لغايه دلوقتي لغايه 30/7 يوم 14/8 اخر ميعاد للقيد بالذات الاهلي قدم ورق. هنا بدات المشكله. من يوم 14/8 يوم الخميس الساعه 11 بالليل ان في عقد في 48 ساعه عقد. عندي مشكله دلوقتي، عندي توقيع للزمالك وتوقيع الاهلي ما ظهرش الا يوم 14 اللي هو بعد تقديم القايمه الاولى للنادي الاهلي. بعت للاطراف كلها، بعت للمقصه وبعت للاهلي وبعت للزمالك، الاهلي ما هوش طرف. وقلت ان قيد الاهلي سليم 100%، بس كان لا يمكن ان انا اطلع الكنيه ان في شكوى متقدمه يوم 30/7 لازم افحصها. طب ما فحصش فيها من اول ليه؟ لان اهلي الزمالك بقالي ما قدمش ورق الا يوم 14/8، كنت هفحص ثاني شكوى. صح. فبدانا في الشكوى من يوم الخميس حضرتك، الجمعه السبت جه النهارده الزمالك وجه النهارده الاهلي. كنت احمد الشيخ بثلاثه من المحامين خدت راح حضرتك، ونادي المغاصه اعتذر انه جاي بكره الصبح عشان مدير الكوره مستر وليد هويدي. طب القرار اعتذاره جايين بكره ناخد اقواله. بس هذه الاطراف، الزمالك ليس الاهلي ليس طرف خالص، الزمالك شاكي وشاكي في حق اللاعب ومستشهد بالمغاصه. هناخد الثلاث اطراف وبعون الله ناخد القرار اللي يرضي ضميرنا. امتى حاجه محمود القرار؟ امتى ان شاء الله القرار؟ على طول اول ما يخلص التحقيق يوم الثلاثاء، عامل اجتماع الساعه 11 يوم الثلاثاء وجلسه مجلس اداره طارئه، لان انا مش صاحب قرار. برافو عليك. تمام. طيب يوم الثلاثاء في نفسي اخد القرار. شريف في كلام في كلام ان الاهلي هيقدم عقود لكهربا ومحمد سالم. محمد سالم من الاول ما ادمش له عقود جديده. العقود جديده وقفوا. تمام. تمام. القديمه مش هتشوفها. حاج محمود الشامي عضو مجلس الاتحاد المصري لكره القدم والمشرف على لجنه شؤون اللاعبين. كده شريف الامور بتروح لناحيه الزمالك على فكره. لا لسه مش واضحه. لا انا يعني لا قالك على على العقود القديمه. ليه القديم ما قدمهاش قبل كده؟ الزمالك قدم قبل كده الامور. يعني المهم نستنى يوم الثلاث. انا بشكرك، شرفت منورتني. شكرا استاذ محمد. اعزائي المشاهدين بكده كنا وصلنا لختام اليوم من صحافه النهار. بشكر صديقي العزيز اشرف ممدوح. بكره حلقه جديده من صحافه النهار. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.